السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كل شيء يكون مزيان. المهم، الموضوع ديال اليوم هو غادي نجاوبوا الناس على المشاكل اللي عندهم. غنبداو بالمشكل الاول وغادي ممكن نجاوبوا اجوبه لكاع الناس اللي عندهم لي بروبليم في البيسي ديالهم. يتبعونا وغادي نعرفوا المشاكل اللي كتوقع لهم في البيسي. ومرحبا بكم اللي كيشوف هذا القناه اول مره ولا شي حاجه. المهم يدير لايك، يخلي تعليق ويدير لايك ويدير ابوني للشانيل باش نزيدو لقدام. ونبداو على بركه الله. بسم الله، ممكن مساعده من فضلكم؟ ايه، قال لك لدي جهاز اثير عندما اقوم بتشغيل الجهاز المروحيه تشتغل عادي ولكن الشاشه سوداء لا يظهر شيء. هذا المشكل هذا تيكون جوج حوايج. الحاجه الاولى هي لي رام، خصك تقلع لي رام من البيسي، تمسحهم مزيان وتولي تردهم، تولي ديماري البيسي عاد تشوف. الا طلعت لك الشاشه هي هذيك، ما طلعت لك الشاشه باقي كيدير لك نفس البروبليم، راه عندك مشكل في لاكارت جرافيك ديال لاكارت مان. هادو جوج حوايج اللي كيديروا هذا المشكل. ثاني حاجه، راه لي رام الا كانوا تي بي بي وتيديروا بيب راه كيصونيو، حتى هذا راه مشكل كيدير الشاشه السوداء. لا يظهر شعار الاثير عندما بدايه التشغيل، عند بدايه التشغيل اللي ما كيظهرش عنده لا شعار لا حتى شي حاجه، راه المشكل من لي رام ولا من لاكارت جرافيك. هذا المشكل حنا دوزناه وحنا قلنا لكم المشكل فيه كاين. غنشوفوا سيدي السيد الثاني شنو عنده مشكل. جننني من فضلكم. السلام عليكم، شريت كارت مير لينوفو اش 61، جهاز مكتبي بها 3 منافذ ساطع، القرص الصلب يعمل جيدا لكن اذا اضفت قرصين لا يعمل الا واحد. الا قال لك هذا السيد، الا دار القرصين بجوج ديسك ديرات وخدمهم بجوج ما كيخدموش ليه في لاكارت مير ديالو، ومع العلم انه قال لك جربهم في لاكارت مير ديال شي بيسي اخر وخدموا عادي. اخويا المشكل راه عندك من البيوس، خصك دير اخويا ابديت للبيوس ديالك وغادي يتحل لك المشكل ان شاء الله. راه خصك دير اخويا اخر ميزاجور للبيوس لاكارت مير باش يطلع لك جوج اخويا ديال ديسك ديرات خدامين امارش، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. شوفوا سيدي المشكل الثالث، مشكله في توصيل الهاتف بالحاسوب. اييه، قال لك سيدي عند توصيل الهاتف بالحاسوب عن طريق الكابل يو اس بي لا يظهر في الحاسوب عندي ويندوز 10، وتوجد هذه الخانه لا ادري اذا كانت لها علاقه. اخويا لا، هذيك الخانه ديال التليفون ما عندها حتى شي علاقه، هذيك اللي كاينه في السيستم ديال ويندوز 10. خويا شوف، التليفون ديالك راه كيبان في بوست دو ترافاي، هو اللي تيبان فيه التليفون واش مكونيكتي ولا ما مكونيكتيش. الا ما كانش مكونيكتي اخويا خاصك تانستالي الدرايفر ديال التليفون باش يتكونيكت عليك التليفون، فهمتي؟ سامسونج الكيف هو اللي كي انستالي لك التليفون، ولا دير الابديت ديال ويندوز 10 وغادي يطلع لك تليفون غيكونيكتي لك مع البيسي ديال ويندوز 10. هذا السؤال الثالث. هذا قال لك السيدي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني واخواتي خبراء الحاسوب والشبكات. مرحبا خويا. لدينا فلاش ديسك يو اس بي، عندما اريد ان اعمل له فورمات يكتب لي الجهاز محمي ضد الكتابه، ارجو مساعدتي للقضاء على هذا المشكل العويص من فضلكم. خويا غادي تفورماطيها خويا ماشي من الويندوز، غادي عندك جوج لوجيسيالات اللي غادي يفورماطيوه لك ودير له فورماطاج تخويه في خطره، يا فيزيك يا فورماطاج لوجيسيال. الاول الوين سيتاب فروم 1.8 ولا الالترا ايزو، تقدر تفورماطيهم بهاد الجوج. ولا قلب لوجيسيال التالت، راه كاين ديال الفورماطاج فيزيك، هذا راه يهنيك من هذا البروبليم، هذا ما يبقاش عندك البروبليم في خطره اخويا ديال اليو اس بي. حنا دزنا السؤال الرابع، مساعده في الميكرو
الحاسوب هل هو شغال؟ مشكلة لدي حاسوب محمول من نوع اش بي الليت بوك، مرحبا 8440 بي، به ويندوز 7، يدرس به ابني عن بعد بواسطة تطبيق مايكروسوفت تيم، عندما يكتب ابني الأستاذ لا يسمع، بينما عندما يتكلم الأستاذ ابني يسمع. أظن المشكلة من المايكرو أو من نسخة الويندوز، لذا أريد أن أعرف هل المايك شغال أم لا. خويا المايك راه كاين في بحال هذا، تاخذ كاسك وعتلقى فيه بحال هذا هو، ولا بحال هذا هو اللي هنايا، وغادي تهضر تسجل وتهضر وتشوف. الا كان كيدوز الصوت راه خدام، ما كانش كيدوز الصوت راه المشكل عندك من الميكرو خويا ديال الباسلي. صافي المشكل تحل. ارجو اريد منكم استشاره، انا استعمل ويندوز 7، بما تنصحونني؟ بارك الله فيكم، هل استمر في استعماله ام لا؟ اريد منكم نصيحه من اهل الخبره. شنقول لك اخويا، الويندوز 7 راه ما بقاش كدعم اخويا التحديثات، واللوجيسيالات اخويا الاخرين راه ما يبقاوش يخدموا لك. الا كنتي اخويا كتخدم حتى بلي جو، باي حاجه جديده راه ما تبقاش تخدم لك. باش نكونوا واضحين وتكون عارف هذه القضيه، هذه الويندوز 7 صافي سالات النهايه ديالها. دابا كاين الويندوز 10 هي اللي كدير تحديثات جديده وكيتانستالا فيها كلشي. ويندوز 7 راه ما بقى تدعم حتى شي حاجه، والمايكروسوفت وقفات التحديثات كامله ديال ويندوز 7. وكنصحك انا الا كان عندك بي سي مزيان اخويا، خدم بالويندوز 10 احسن لك. دوزو اخويا السؤال واحد اخر، مساعده شوفوا بخصوص فورماطات الحاسوب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اريد عمل فورماطات الحاسوب بويندوز 10، لا اعرف من اين احمل وكيف اشغله على الفلاشه، المرجو من لديه حل ان يساعدني جزاكم الله خيرا، احتاج رابط ويندوز 10 وطريقة تركيبه على الفلاشة. الطرق ركينا، ادخل لجوجل اكتب طريقة حرق ويندوز 10 على USB فلاشة ولا راه يعطيوك الطريقة، وتبع الفيديو وصايب داكشي راسك، راه ساهلة الطريقة. نشوفوا السؤال الجاي، مشكلة في لوحة الأم H61 لا يظهر شيء ولا يمكنني الدخول الى البيوس، مع العلم ان لوحة الام تشتغل مع بروسيسور A3 2120. عندي بروسيسور A3 ولكن ملي ركبته في اللوحة ديال H61 ما خدمش ليا، مع العلم انه كيخدم في هذا البروسيسور في لوحة الام H61. خويا راه المشكلة خويا، خصك تشوف اخويا واش البروسيسور ديال ديك لاكارت مير اللي عندك. غادي تدخل وتشوف البروسيسور وتكتب السوكيت ديالو باش تشوف واش كيسيبورتي داك البروسيسور ولا لا. السوكيت غيكون عندك H61، دير سوكيت H61 وشوف واش كيسيبورتي داك السي بي يو اللي عندك، وغادي تاكد الا كان كيسيبورتيه راه تيسيبورتيه، ما كانش تيسيبورتيه راه ما كيسيبورتيش بلا ما تضرب تمار. الا كان سي بي يو كيعطيك ايكرون نوار راه 100% ما كيسيبورتيش داك السي بي يو. هذا السؤال احنا دوزناه، شوفوا سؤال اخر عاوتاني، ارجو مساعدتي، عندي مشكل في الحاسوب، تم حذف ملف تيليشارجي وضاع مني كل الاشياء اللي كنت محملها وموضوعه في الدوكيمون اللي كنت كنتيليشارجي فيها، مساعده الله يجازيكم بخير. اخويا شوف اش نقول لك، الا محيتي شي فيشي راه ما غاديش يرجع من غير التصاور، غيرجعوا لك شي حاجه قليله وصافي. بالنسبه للفيشيات الكبار راه امبوسيبل ترجعهم، راه ما كاين حتى شي لوجيسيال غادي يرجع لك الفيشيات الكبار.
انا جربت كاع اللوجيسيالات ما كيرجعوش لك الفيشيات الكبار، كيرجعوا التصاور وشي تصاور قلال، ماشي كل شيء. السؤال احنا جاوبنا عليه، مساعدة في جهاز اتش بي محمول، عند الدخول الى الاعدادات طاقة لا تظهر ايقونات انقاص الاضاءة للجهاز، مع العلم ان الويندوز فيه ويندوز 7 32 بيت. واخويا اش غنقول لك، الويندوز 7 32 بيت راه محال اخويا تكون فيها هاد القضيات، كيكون ناقص. والويندوز 7 ما كنصحكش بيها الا بغيتي اخويا، كان عندك بي سي مزيان انصطالي الويندوز 10 ونوض ناضي وغتعطيك ديك اللعيبه ديال الاضاءه. ولا يجب عليك تثبيت درايفر الكارت الشاشه، شوف ربما تكون مشكل من الكارت الشاشه، من الدرايفر ديال الكارت الشاشه، هو يقدر يكون داير لك مشكل. دير ميزاجور الكارت الدرايفر ديال الكارت الشاشه وغادي يعطيك ديال الكارت جرافيك. مشكله في الحاسوب اسيسكا 53 اس سي بمعالج اي 3، عندما اقوم بتحديث الدرايفر واعمل ريستار تظهر لي شاشة زرقاء مع رسالة اكس اسي بي بيوس ايرور دون الدخول الى النظام مع الحل، جزاكم الله خيرا. المشكلة عندك في البيوس اخويا، شوف راه كاين شي لعيبة مديزاكتيفي عندك في البيوس، هذا هو المشكل. شوف البيوس اخويا راه عندك فيها شي مشكلة، تيدير لك اخويا راه مشكل عندك من البيوس، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ حل شي القلب في البيوس وعادي تحل المشكل. سؤال اخر، إضافة رام ثانية على الجهاز، هل تسمح مواصفات جهازي أن أضيف رام أخرى ثانية أو 4 جيجا؟ مسموح ليك أخويا، عندك أخويا بنتيوم إير سي بي يو جي 2030 3 جيجا هرت، الذاكرة المثبتة 4 جيجا بايت، نوع النظام 64 بيت، القسم هو اللمس، لا يتفرق ادخال اللمس. يمكن لك اخويا، يمكن لك، الا كان عندك رام وحده فيها 4 جيجا راه تزيد رام اخرى، ولا كان عندك 2 جيجا راه تقدر تزيد عاوتاني رام اخرى ديال 4 جيجا، فهمتي؟ راه تزيد، يمكن راه كاين 2 باريط تمايا، غير شوف هذيك الرام اللي عندك واش مقسمه ولا ما مقسماش. الا كانت باريط وحده، الا كان عندك بي سي بورتابل وفيه باريط وحده، راك يمكن لك تزيد الرام الثانيه. الا كان عندك جوج الرامات راه ما يمكنش ليك، ما عدا تجمع ديك الرام وتولي تزيد رام اخرى، فهمتي؟ الا كان عندك دو دو تقدر تردها 4 وتزيد 4 اخرى تولي عندك 8. هذا السؤال احنا دوزناه، تشنج الحاسوب، مشكله تشنج الحاسوب. قال لك سيدي مرحبا أصدقائي، ممكن مساعدة في حالة تشنج الحاسوب المحمول اتش بي 6830 اف في البيوس وعدم استجابة رغم الضغط على أزرار لوحة المفاتيح، تظل صورة البيوس كما هي، وجربت إزالة الرام والقرص الصلب وإعادة التشغيل وبدون جدوى. أخويا شوف، شوف أخويا دير الميزاجور اخويا، ولا شوف غادي شادين، غادي تدخل اخويا وتكتب النوع ديال البي سي ديالك في جوجل، وشوف اخويا شمن بوطون كيدخلوا بها البيوس، فهمتي؟ دير النوع ديال البي سي ديالك ودير حداها البيوس، ويعطيوك شمن بوطون كتدخل بها البيوس. هذا هو السؤال، الجواب ديال هذا السؤال هذا. هادو هما الاسئله اللي كاينين، كنتمناو نكونوا ما تقلناش عليكم. المهم هادو جميع الأجوبة أعطيناهم ليكم. ما تنساوش ديروا لايك للقناة باش يوصلكم ديما الجديد، حنا كنضربوا تمارين ونسهروا الليل وبزاف الحوايج باش نوصلوا لكم ديما الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.